المهندس محمد النادي. شغال فين يا استاذ محمد؟ انا كنت رئيس الشركه العامه للصحه الاراضي. دي اول زياره يا فندم هنا؟ لا كذا زياره، دي يمكن الخامسه. رايك كيف في المشروع ده بعد انتهاءه؟ والله انا عايز اقول لك حاجه، ده انجاز في وقت قياسي يعني بطريقه تزل، يعني ما حصلتش. كنت تتوقعي حضرتك يا فندم؟ لا ابدا، عمر ما كنت اتوقع، بس انا كنت حاسه العامل المصري ده رمز من رموز الصمود في الدنيا كلها. تقولي لي السيسي صاحب القرار بتاع اقامه القناه؟ ده 10 على 10 طبعا، 10 على 10. اشتريتوا شهادات للقناه ولا ما لقيتوش مكان؟ ما لقيناش مكان نجيب، معانا فلوس بس ما نجيب. لو في رساله تقولوها انتوا كأسرة مصرية للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقولوا له ايه؟ مبروك عليه الشعب المصري، والله يبارك. مبروك عليه، مبروك عليه، يفتح عليه. وتقولوا له الفريق مهم ميش، برافو عليه رئيس الهيئة في وقت قياسي، واللي هو كامل الوزير عايزينه يستمر، عايزين مميش يستمر، واللي هو كامل الوزير اللي اشرف على المشروع في الجيش كله 110 على 10. كلمة أخيرة نقول تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.